طبعا مشكلة المخدرات مشكلة كبيرة ومشكلة جدية، يجب على السلطات في سواء كان في الإقليم أو في بغداد اتخاذ إجراءات ضرورية لازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة. هذه الظاهرة مأساوية وسوف تؤثر سلبا خاصة على شبابنا، وهذه الشريحة شريحة مهمة ويجب القضاء على هذه الظاهرة. بصورة عامة المواد المخدرة هي تشكل خطر كبير على المجتمع، وكل يوم نسمع أن أمن الإقليم في كردستان يعتقل ويلقي القبض على من يتاجر بهذه المواد، ويجب علينا أن نعرف من يتاجر بهذه المواد ومن يتعاطاها.